تكريم الأستاذ جبار محمد. هذه كلمة في حق هذا الأستاذ من جميع أطر مدرسة أولاد سيدي شنان. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، إننا لجد فخورين كوننا نحتفي بأحد أهرامات هذه المؤسسة العتيدة التي انتشر صيتها وتلألأ نجمها على الصعيد الجهوي والوطني وحتى على الصعيد الخارجي، كما ساهم في تألقها هذا جل الأطر التربوية المبجلين، ومن بينهم أستاذنا المحال على المعاش السيد محمد جبار. فبمجهوداته الغنية عن التعريف وبمشاركة إخوانه في العمل وبمؤازرة مديرنا المتواضع الخدوم، استطاعت هذه المؤسسة أن تصل إلى الأوج الذي وصلت إليه في عدة مجالات، منها التربوية والبيئية والرياضية. إخواني أخواتي، إننا اليوم لنرفع راية النصر جميعا لنتوج بها أستاذنا، لأنه لم يبخل عنا قط بعطاءاته وخبراته وتجاربه التي كان لها الأثر الكبير والإيجابي على الحقل التعليمي. وإننا لنشد على يديك أخي الكريم، لأنك كنت الأب المحنك والأخ الرؤوف الذي يتمتع بحس المواطنة الحقة. وفي عجالة، هذا إهداء لك ولكل من صار على دربك من الأساتذة الكرام ولرجال التعليم بصفة عامة. وهذه قصيدة متواضعة إليك أستاذي. إليك أستاذي يا مربي الأجيال، يا مزيحا الأمية والجهل عن الجهال، يا منور العقول الحريص على مستقبل الأطفال، بأناملك التي تنساب كريشة فنان نحت بها على الصخر وعلى قمم الجبال، عبدتها حتى صارت جنة من الجنان ففاحت عبقا وريحان، يا مضحيا في العنن وفي الخفاء بتفانيك أمام الرياح الهوجاء. فيكفيك ويكفيك فخرا أنك انتصرت، وما النصر إلا بالله، فأنعم براحة البال وبالهناء كونك أنهيت المشوار الصعب وأنت على قيد الحياة. وشكرا.